السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم فيديو جديد من One Hour Networking. موضوعنا اليوم يعني ما حدا رح يتخيل إنه كل اللي أنت عم بتقوم فيه على الشبكة، على شبكة الإنترنت، كله عم بصير بأجزاء من الثانية. يعني لو مسكنا الثانية وقسمناها مليون جزء، عفوا 1000 جزء، أو أخذ منهم مثلا 30 جزء من هذولا الألف جزء، فهو كل العملية هاي بتتم بهذول 30 جزء أو 50 جزء من الثانية. يعني مش قبل ما ترمش عينك، لا، قبل ما تفكر إنه ترمش عينك. لو حكينا بدنا نبني عنا مزرعة صغيرة، نبني فيها غرفتين، وجبنا الجرافة والقلاب مباشرة وبلشنا نحفر، وحكينا المقاول عمرنا فيها غرفتين، بجوز بهاي الحالة يعني تمشي معنا الأمور، مع أنه مش طريقة يعني عملية كثير. بس لو حكينا لواحد بدنا ياك تعمر لنا مدينة سكنية فيها خلينا نحكي 200 وحدة سكنية، ورأس مال المشروع كذا كذا 100 مليون، كل وحدة سكنية لازم تكون فيها خلينا نحكي 5 طوابق، كل طابق فيه 3 شقق سكنية، في متنزهات وفي ملاعب وفي خدمات مختلفة، في مطاعم وفي مقاهي، وفي عندك كمان بدك تعمل بنية تحتية، مي وكهرباء، وكمان هسه الشبكات يعني صارت من البنية التحتية، يعني أغلب الشركات حاليا لما تبني بتوصل شبكة الإنترنت أو بتعمل بنية تحتية الإيثرنت أو الأشياء هاي داخل البناية. لو انه جاب جراف وقلاب نفس الشيء، يا اما راح يكحشوه من شغله، يا اما الكل راح يصير يضحك عليه، لانه هاي مشروع سكني، مش شغله يعني شغله بسيطه. مشروع سكني فيه جدوى اقتصاديه، فيه جدول زمني، فيه امور كثير معقده، وفيه كوادر كثير متعدده بخبرات مختلفه علشان تبني هذا المشروع. ونفس الشيء احنا بالشبكات لازم يكون في عنا مخطط. اليوم راح نحكي عن هذا المخطط، لانه مستحيل تبني مخطط، تبني شبكة لمثلا لهيئة حكومية او لشركة عملاقة بس زي ما انت شايف مباشرة تجيب سلاك وتوصل. لازم تعرف شو اللي عم بصير. فالاو اس اي موديل هو موديل عملته عملوه العلماء. في تو موديلز، التي سي بي اي بي اللي عملته ديفنس اوف ديبارتمنت اوف ديفنس، وحده الدفاع الامريكيه او قسم الدفاع بامريكا، وفي عندنا الاو اس اي موديل عملوه العلماء. الاو اس اي موديل له فعليا، ليش التي سي بي اي بي هو اللي ازدهر وهو اللي ظله؟ لانه ديبارتمنت اوف ديفنس كان بطلب حدا يعمل له برامج، فاغلب الناس توجهوا لهذا الموديل لانه فيه مصاري كثير، فالمصاري هي اللي بتحرك البزنس، فالكل اتجه نحو هذا الموديل. طبعا عندنا الاو اس اي موديل ظل موجود ومهم كثير، لانه فعليا مبني على العلم يعني، وموضح فيه أشياء كثير، وإحنا ضلينا نستخدمه يعني مختصين بالشبكات. ليش؟ لأنه زي سماعة الطبيب، فأنت بتمسك أول شيء سماعة الطبيب وبتحط على مواقع معينة داخل على جسم المريض عشان تعرف شو اللي بدك تعمله. ونفس الشيء عندنا الـ OSI موديل، في عندنا 7 طبقات. الطبقة الأولى اللي إحنا دائماً بنشوفها اللي هي الابليكيشن لاير، اللي هي الطبقة الأخيرة فعلياً بالـ OSI موديل، فهي اللي بتعمل المسج، تبعث مسجات ما بينك وما بين النظام أو ما بينك وبين الشبكة، فعن طريق الابليكيشن. والابليكيشن بعطيك Human to Machine Interface، من جهتك Human Interface ومن جهة المشين Machine Interface، فهو اللي بيعمل Conversion، هو الابليكيشن لاير. فعليا الابليكيشن لاير موجود عندك على جهازك، وهو الويب براوزر.
بتفتح الويب براوزر موزيلا انترنت اكسبلورر كروم وبتكتب www.google.com. هذا الموضوع من جهتك. بعدين الابليكيشن ها بده يعمل العملية الكونفيرجن وبده يحولهم لبيانات ويدخلهم على جهازك. بعدين اول شيء خلينا نحكي عن الشبكة هاي. طبعا هاي شبكة بسيطة جدا هنا، عفوا خلينا نبدأ من هنا اللي هو جهازك مشبوك على سويتش عن طريق ايثرنت، الايثرنت موصول على الراوتر، الراوتر موصول بطريقة معينة ADSL واي فاي واي ماكس اللي بدك اياه موصول على الانترنت. الانترنت هو عبارة عن شبكة هائلة من الراوترات موصول على الراوتر اللي موجود بالطرف الثاني من العالم ومشبوك عليه سويتش عن طريق ايثرنت، وايثرنت على السيرفر اللي بيقدم لك هاي الخدمة. الطبقة الثانية البرزنتيشن لاير، احنا شفنا هنا بيحول لك المشين هيومن تو مشين انترفيس. بعدين هون بده يجي عندك البرزنتيشن، راح يحول لك البيانات، راح يعمل داتا ريبرزنتيشن، وراح يعمل لك انكريبشن وديكريبشن. لو انك مره تفرجت فوق عندك على الويب براوزر مرات بيطلع عندك HTTP HTTPS سكيور HTTP والHTTP العادي انسكيور او نون سكيور. فعليا شو السكيور بيعمل؟ بيعمل بينك وبين الدستنيشن تنل اللي هو سكيور سوكيت لاير SSL. فبيعمل هاي التنل بينك وبين الدستنيشن على اساس بياناتك يتم عمليه انكريبشن تشفير وديكريبشن على الجهه الثانيه علشان ما يتم عمليه تجسس عليك. الطبقة الثالثة، طبعا احنا بعدنا عم نحكي داخل الجهاز هون شو بصير. طبعا كل مرة راح اغير عشان ما تفكر انه في موقع معين هو اللي بيتم التعامل معه وبتم عليه الـ OSI موديل. اي destination واي source عندك بالعالم، source هو جهازك، اي destination بتم عليهم هاي العملية. الخطوة اللي بعديها راح تكون session. عندك بالبيت لما تفتح ممكن تفتح نفسه الفيسبوك ثلاث تابس، تاب علشان مثلا الوول تبعك، تاب علشان تشوف واحد من اصحابك، وتاب علشان جروب انت مشترك فيها. نفس الوقت جوجل راح تكون فاتح مثلا عندك جيميل، وفاتح كمان اليوتيوب، وفاتح سيرش مثلا. فكيف السيشن بدها تعمل سيبريشن للداتا؟ فانت لما تطلب بيانات او تستقبل يعني ترسل او تستقبل بيانات لازم تظهر عندك على التاب اللي انت اخترتها فوق. يعني مستحيل انت تطلب مثلا الايميل ويجيك على الفيسبوك، او تطلب فيسبوك جروب يجيك السيرش تبع الجوجل، نتائج السيرش اللي عملته على جوجل. فالسيشن راح تعمل هاي العملية، وكمان السيشن مسؤولة عن انها تنشئ وتنهي السيشنز. يعني احنا حكينا بالفيديو اللي قبل هاد انه في عنا 3-way handshake بتم بين اي سورس واي destination عن طريق السينكرونايزيشن تزامن والاكنولجمنت والى اخره. بالاخير بصير عنا session، يعني بصير established، بتم انشائها. فهو اللي بعمل start and end للسيشن. بعدنا موجودين طبعا على الجهاز، احنا بعدنا قاعدين نحكي عن ايش الجهاز عم بحضره لحتى ما يتصل بالشبكة. هون بده ننتقل للطبقة اللي تحتيها اللي هي ترانسبورت لاير. ترانسبورت لاير هون بلشنا ندخل على الشبكة، بلشنا يعني على الحدود الفاصلة ما بين الشبكة وما بين الجهاز تبعك. فهو ترانسبورت فعليا بزودك بان تو اند ايرور كنترول. احنا حكينا انه في عنا سيشن راح تكون، فالسيشن راح ينتقل عبرها بيانات، وهي البيانات حكينا انه في عندك اكنولجمنت او ما في اكنولجمنت. قديما كان يبعث ناك نوت اكنولجد، يعني ما استقبلتها. اما حديثا اذا بعث عدد من البيانات حسب الويندو سايز تبعت التي سي بي، اذا يعني حبيت تقدر تفوت وتشيك عليها عن طريق الويكيبيديا، اكتب ويندو سايز، اكتب التي سي بي ويندو سايز، وشوف كيف الويندو سايز هاي
مثلا ببعث 3 أو 4 باكيتات باكيتس عفوا عبر الشبكة، وبتأكد انه وصلوا اكنولجمنت، انه وصلوا للطرف. اذا بعث له اكنولجمنت مثلا، خلينا نفرض 4 باكيتس، الاولى والثانية اكنولجمنت، والرابعة اكنولجمنت، الثالثة ما بعث اكنولجمنت، فمباشرة السيرفر او الطرف الاخر ببعث هاي الباكيت مرة ثانية. فعليا يعني حاليا احنا حددنا البورت، ليش؟ لانه الترانسبورت لاير مسؤول عن البورتس كمان. فمثلا ال HTTP على البورت 80، لما تيجي هون على البورت 80 بتختار HTTP، عفوا هنا الكلاينت راح يكون انت كلاينت، بينما السيرفر راح يكون بورت 80. يعني الكونكشن تبعتك راح تيجي من جهازك باي بورت عشوائي. احنا في عنا 36535 بورت على جهازك موجود. كل بورت مسؤول عن خدمة، بس هون انت مش انت اللي بتقدم الخدمة، فراح يكون بورت عشوائي اكثر من 1024 قيمته. بينما البورت على الدستنيشن او على twitter.com راح يكون عندك اللي هو بورت 80. لو انتقلنا للي بعديه اللي هي نتورك لاير، routes and relays data unit across network of nodes. هون بننتقل لموضوع اخر، انه كل انترفيس عندك انت جهازك راح يكون له اي بي ادرس. زي ما حكينا في عنا اي بي ادرس عندك جهازك بالعاده بالوضع الطبيعي. يعني احنا عنا اغلب الشبكات الموجوده بالبيت اللي هي 192.168.1.1، هذا رقم الراوتر .1.1، بس انت ممكن تكون .10 او .100 او اشي مثل هيك. ففعليا بهاي الحالة جهازك لازم يكون السورس يعني المصدر تبع الكونكشن .1، والدستنيشن عفوا .10 او .100 اللي هو جهازك، و .1 اللي هو الراوتر، علشان الراوتر هو المسؤول عن توجيه بياناتك عبر الشبكة. بننتقل للطبقة الأسفل منها اللي هي الداتا لينك. الداتا لينك هي فعليا بتضيف الايرور تشيكينج انفورميشن، وبتجهز البيانات عشان تنتقل عبر الفيزيكال لاير. فالداتا لينك احنا طبعا الترانسبورت لاير بيبعث البيانات للنتورك لاير عن طريق اللي هي سيجمنتس. السيجمنتس هذول لما يدخلوا على النتورك لاير عشان تجهزهم عشان تبعتهم للداتا لينك لاير، فهي بتحولهم لباكيتس. فسيجمنتس باكيتس لما يوصلوا لعند الداتا لينك لاير بتعملهم انكابسوليشن او تغليف، او بتجهزهم عن طريق فريمز، والفريمز بتضيف عليه فريم تشيك سيكونس موجود فيلد، موجود بعض البتات داخل كل فريم. هذول مسؤولات عن فريم تشيك سيكونس. لما يوصل للجهه الاخرى بتاكد انه فريم تشيك سيكونس صحيح. اذا كان صحيح معناته البيانات ما تم يعني ما تم العبث فيها عن طريق بالشبكه. طبعا الداتا لينك اهميته اللي هو او اهم شيء فيه اللي هو الماك ادرس. يعني لو شفنا هون البيانات لما تكون احنا لما تكون داخل الشبكة هاي Local Area Network، فاحنا بنحكي عن 192.168.1. اللي هو رقم جهازك على الشبكة هاي الداخلية. .1 اللي هو الراوتر. .100 اتفقنا انه انت بجوز .101 بجوز جهاز تبع اخوك، جهاز تبع اهلك مثلا .1.102 مثلا. فلما تكون داخل شبكة واحدة فأنت بتتعامل مع ماك أدرس، بس لما تطلع برا الشبكة فراح يتغير عندك الموضوع. يعني أنت لما تيجي بدك تبعث بيانات للراوتر أو لجهاز ثاني، لا خلينا نحكي جهاز أخوك اللي هو أنت .100 هو .101، فشو بتعمل أنت؟ بتبعث طلب
للسويتش بتحكي له مين هو، شو الماك ادرس او مين هو الجهاز صاحب الاي بي ادرس 192.168.1.101. فلما يوصل السويتش اذا كان اول مره طبعا جهاز اخوك بينوصل بالسويتش وما كان في الماك ادرس موجود بالماك ادرس تيبل تبع السويتش، فشو بيعمل السويتش؟ برسل براودكاست، يعني برسل بث لكل الموصولين على الشبكة، بحكي لهم مين هو صاحب هذا الاي بي ادرس. فمباشرة جهاز اخوك لما يوصل هذا الطلب ببعث، بحكي له انا، طب ببعث له الماك ادرس وبعث له الاي بي ادرس، ببعث له باكيت يعني، بحكي له انا. فمباشرة السويتش بسجل الاي بي ادرس او الماك ادرس على الماك ادرس عفوا، بسجله على البورت اللي وصل منه. فانت هون راح يكون عندك على البورت اللي وصل منه الطلب تبعك، راح يكون مسجل هون الماك ادرس تبعك. فمباشرة بعد ما يوصلك الماك ادرس تبع اخوك، مباشرة انت بتقدر تعمل كونكشن بينك وبين اخوك، ترسل له بيانات، تستقبل منه بيانات. الوضع الثاني اللي هو راح نحكي عنه بعد قليل بعد ما نحكي عن الفيزيكال لاير، اللي هو اخر شيء علشان نحكي عن كيف البيانات تنتقل من end to end connectivity. الفيزيكال لاير بمسك الفريمز بحولهم لبيتس، وطبعا مش باكيتس، لانه احنا حكينا انه هون عنا سيجمنتس باكيتس فريمز، بعدين بصير عنا ستريم اوف بيتس، البيانات بصير ستريم اوف بيت بتنتقل عبر الاسلاك عبر الوايرز. نحكي هنا انه انت هاد لما تكون انت داخل الشبكة بتبعث الفريم، بتبعث عفوا عن طريق الماك ادرس لجهاز ثاني موجود على الشبكة، بتحصل عليه عن طريق السويتش، والسويتش هو بيوجه البيانات بينك وبين هاد ديستنيشن. طيب فرضا كان عندك مثل هيك، انت سيرفر موجود على طرف ثاني من العالم، فشو الحل؟ انت بتبعث الطلب تبعك لما تكتب google.com او gns3.net او بتكبس انتر على البراوزر بيحول بياناتك عن طريق البرزنتيشن لاير للغه الاله او للبيانات تبعت الاله، بيتم معالجتها، بيفتح سيشن، وبس يفتح سيشن بيشوف شو، بيختار بورت عن طريق الترانسبورت لاير وبطلب البورت 80 على السيرفر، وبياخذ الاي بي ادرس تبع الانترفيس، وبس ياخذ الاي بي ادرس تبع الانترفيس بياخذ الماك ادرس تبع بيخلي السورس ماك ادرس تبع جهازك والديستنيشن ماك ادرس تبع الراوتر اللي هون. راح تعرفوا هسه حاليا ليش احنا بنحتاج اي بي ادرس وماك ادرس. يعني ما يعني فعليا لما بدك توصل لهون انت شو بحاجه؟ بحاجه للاي بي ادرس. ليش الماك ادرس؟ هون راح تكون عندك، حكينا الباكيت راح يتم فيها البيانات، وراح يتم فيها البورت، وراح تحط فيها السورس ماك ادرس اللي هو جهازك، والديستنيشن ماك ادرس اللي هو الراوتر، وبعدين بتحط السورس اي بي ادرس جهازك والديستنيشن اي بي ادرس راح يكون gns3.net، وبترسل عن طريق الفيزيكال لاير بتصير بيت وبتنتقل للراوتر، بيستقبلها الراوتر، بيستقبل هذول البتات بحطهم البفر مباشرة بيشوف الفريم تشيك سيكونس تبع الايثرنت فريم وبتأكد انه صحيح، بعدين بنتقل طبعا بيشوف انه الماك ادرس تبعه موجود على الباكيت او عفوا الداتا اللي انبعثت عن طريق الفيزيكال لاير، ديستنيشن ماك ادرس هو تبع الراوتر، فبحكي هالبيانات الي، فمباشرة باخذها من الداتا لينك لاير بشوف الماك ادرس تبعه، بنقلها للنتورك لاير. بس لما نشوف بالنتورك لاير انه الاي بي ادرس مش تبعه، الاي بي ادرس تبع جي ان اس 3.net، فمباشرة شو بيعمل؟ بمسك الباكيت كاملة باخذ منها الماك ادرس سورس ماك ادرس والديستنيشن ماك ادرس، وبيجي باخذ بحط السورس ماك ادرس تبع الانترفيس اللي هون، والديستنيشن ماك ادرس راح يصير الانترفيس اللي هون، وبيبعث عبر الشبكه. بيتم مره ثانيه، بتروح طبعا على طريق الفيزيكال لاير، بتفوت على الداتا لينك لاير
بحكي انه هذا الفريم مبعوث الي، بيطلعوا على النتورك لاير. ليش؟ لانه الماك ادرس تبعه، بيطلعوا على النتورك لاير بشوف انه الاي بي ادرس السورس سورس اي بي ادرس هو هون وديستنيشن هو هون، فمعناته مش الي انا هاي الباكيت مبعوثه، مباشره بعملها انكابسوليشن تغليف مره ثانيه وبحولها لفريم، بحولها لستريم اوف بيت وببعثها لهون على الطرف الثاني من العالم. هون في عندك عشرات الراوترات بيوصل لهون. في هاي الحاله لما توصل لعند الراوتر اللي بالجهه الثانيه راح يشوف انه الباك ادرس تبعه، فمباشره بيطلعوا على داتا لينك لاير، بشوف الفريم تشيك سيكونس، بيطلعها على النتورك لاير، بس بيشوف بالنتورك لاير انه السورس اي بي ادرس والماك والديستنيشن اي بي ادرس هو جي ان اس 3.net، فمباشره بعملها تغليف بالماك ادرس تبع الانترفيس اللي هون، وبحط الديستنيشن ماك ادرس اللي هو الويب سيرفر، وبنقلها عبر الشبكه لحتى ما توصل لهون. هون بشوف انه الماك ادرس تبعه، فمباشره بدخلها على الداتا لينك لاير، بشوف الفريم تشيك سيكونس، بتاكد ان البيانات ما تمسها، وبنقلها على النتورك لاير وبتاكد انه الاي بي ادرس تبعه، فمباشره بيعالج طلبه وبحكي له انه هاي الصفحه اللي انت طلبتها، وبنعمل سيشن بيني وبينك، ويعني بعمل سيشن وببعث لك ببعث لك الصفحه اللي انت طلبتها. وممكن كمان اذا انت في بينك وبينه مثلا سكيور يعني HTTPS، يعمل سكيور كونكشن من هون لهون عبر كل الشبكه، وبهي الحاله بيتم عنا بعث البيانات او الصفحه اللي انت طلبتها بطريقه عكسيه. يعني هون بدك تصير تعمل كل شيء عكسي، بدك تنزل على الداتا لينك لاير، تعمل انكابسوليشن بالماك ادرس هون وبديستنيشن ماك ادرس اللي هون، السورس اي بي ادرس راح يصير جي ان اس 3.net، و الديستنيشن اي بي ادرس راح يصير الويب براوزر تبعك، عفوا الويب براوزر تبعك او الاي بي ادرس تبع الانترفيس عفوا اللي هون راح يكون. وبهي الحاله راح ينتقل لهون، بحوله من بيعرف انه مش مبعوث له عن طريق الاي بي ادرس، بحوله للماك ادرس اللي هون، وراح يصير ديستنيشن ماك ادرس هو الشبكه، بعدين بنتقل لهون بصير هذا هو الديستنيشن ماك ادرس، وهون السورس ماك ادرس، والاي بي ادرس سورس اي بي ادرس والديستنيشن ماك ادرس، بنتقل لحتى ما يوصلك. كل هذا بيتم خلال اجزاء من الالف من الثانيه. شكرا لاستماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.